طيب هيجي في بالي سؤال، هل انه وجود او بالادق ايه المغزى من وراء قوات امريكيه في شرق المتوسط؟ يعني ابعت جيرالد فورد وبعدين ابعت سؤال مهم قوي، سؤال ذكي الله يخليك، سؤال ذكي يا معلم. يعني ببعت قطع بحريه امريكيه وبقول ان انا هعمل جسر جوي كمان، وبعدين يبدا البريطانيين يلمحوا بانه واحنا عندنا استعداد للاسف. ما هو مش معقول كل ده علشان حماس. لا خالص، ده عشان روسيا والقاعدتين العسكريتين اللي موجودين في سوريا بمنتهى الوضوح. ما هو ما يقدرش يقرب من الروس لانه هو مش مقرب من الروس، لكن وضعهم شرعي وقانوني في روسيا. تمام. بدعوه من الرئيس الروسي في سوريا، هو خايف، بدعوه من الرئيس السوري، هو متخوف من اتساع دائره الصراع وبالتالي دخول ايران او دخول سوريا، ودول حلفاء استراتيجيين وعلاقات جيده جدا مع الجانب الروسي. وبالتالي هو بيقرب قواته عشان تكون على اهبه الاستعداد في حاله تحرك من قبل القوات الروسيه لدعم حلفائها في حاله التدخل في الحرب. وبالتالي ده اللي انا كنت بقول عليه دايما، ان في خطوره من انتقال المعركه بشكل كبير جدا من داخل النطاق الارض الفلسطينيه لتتحول الى حرب اقليميه دوليه. ده البعد بقى، ودي الخطوره الكبيره. هنا ارض المعركه ممكن يعني تتسع الى اي مدى اذا حدثت لا قدر الله؟ مفيش حد عايز معركه بهذا الحجم طبعا، لكن اذا حصل مواجهه بالفعل ما بين الاراضي، او يعني مواجهه على الاراضي السوريه وفي نفس الوقت يبقى في عندي مواجهه على الاراضي الفلسطينيه، ده معناها انها لا قدر الله ممكن تطال لبنان مش بس الجنوب اللبناني. قولا واحد. طيب في ظل كل ده، فانه بعض اصدقاء الامس لم يعودوا، مش بالنسبه لنا يعني، أي. الدواعش والقاعده ومنبثقاتهم وما الى ذلك كانوا اصدقاء للبعض بالامس، لكن في الوضع الحالي لم يعودوا اصدقاء، وده معناه انه من الممكن انتشار مثل هذه المجموعات المسلحه في اراضي عربيه تانية. سيادتك بتتكلم في نقطه والله مهمه جدا، وانا لسه قاري تقرير عنها حالا قبل ما بكلم مع سيادتك، ان في اقاويل بتقول ان في بعض الجماعات المسلحه من افغانستان عايزه تروح تدعم حركه حماس في غزه. وبدال لازم تدركوا القوى الكبرى، انتوا عايزين ايه من الدعم المطلق لاسرائيل؟ ارضخوا وتعاملوا مع الرؤيه الانيه الحاليه والنظره الاستشرافيه الاستباقيه للدوله المصريه اللي بتقول لكم ان اللي انتوا بتعملوه ده غلط، مفيش سلام وامان في الشرق الاوسط الا باقامه دولتين، دوله فلسطينيه، لان ده اللي هيدي الامان لاسرائيل. طب هو ايران ممكن تخش على الخط فعلا؟ كل حاجه ممكنه، ولكن هو خرجت تصريحات من ايران بشكل واضح، لن نتدخل في الحرب الا اذا كان هناك استهداف مباشر، ولكن اتساع رقعه الصراع ما بين الجنوب اللبناني وشمال اسرائيل من الممكن ان يدفع باتجاه تعزيز العمل العسكري مع ايران بشكل مباشر. وهو اصلا ايران ممكن ما تدخلش بشكل مباشر، ولكن تدخل عن طريق حزب الله حلفائها، وبالتالي هي دخلت، ولو دخلت هل الولايات المتحده هترد؟ هو بقى السيناريو الاخطر اللي 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 الغرب مش مدرك خطورته بعد ما مصر نجحت في القضاء على التنظيمات الارهابيه، ونجحت في عمل كل الاجراءات القويه وسالت دماء كبيره جدا في سيناء للقضاء على التنظيمات الارهابيه، وليس فقط على التنظيمات الارهابيه. لا، ده احنا لازم نرجع ل 30/6، اللي الثوره 30/6 نجحت في إجهاض المخططات الإرهابية للقفز على الدولة الوطنية، ليست المصرية ولكن الدولة المصرية العربية الخليجية، وده كان مخطط واضح جدا، مخطط استهداف، ولولا الدولة المصرية وذكائها وتعاملها بحنكة شديدة كنا زماننا الآن المنطقة العربية كلها في فوضى لا يمكن أبدا أن يتحملها أحد. وبالتالي طيب، لازم الولايات المتحدة تدرك ده، لازم تدرك خطورة ده، لازم يبقى في تنسيق وتشاور مع الجانب المصري، لازم، لأن هو ده اللي هيحمي المنطقة من تبعات خطيرة جداً.